السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ودائما حول جزء التحولات النووية. هذا الفيديو سوف نخصصه إلى تصحيح تمرين رقم 17. إذا التمرين يقول: تأريخ الترسبات البحرية. يستعمل الثوريوم pH 230 لتأريخ المرجان والترسبات البحرية، لأن تركيز الثوريوم على سطح الترسب الموجود في تماس مع ماء البحر يبقى ثابتا ويتناقص حسب العمق داخل الترسب. الجزء الأول للتمرين يعطي الأورانيوم U-232 المذاب في ماء البحر ذرات الثوريوم pH 230 مع انبعاث X دقائق ألفا و Y دقائق بيتا موا. السؤال الأول: اكتب معادلة هذا التحول النووي محددا قيمة كل من X و Y، بمعنى حدد عدد دقائق من نوع ألفا اللي هو X وتحديد عدد دقائق من نوع بيتا مو اللي هو Y. السؤال الثاني: نرمز لثابتة النشاط الإشاعي للثوريوم pH 230 بلامدا، ولثابتة النشاط الإشاعي للأورانيوم U-232 بلامدا بريم. السؤال: بين أن النسبة N ديال pH على N ديال U تكون ثابتة عندما يصبح لعينة الأورانيوم 232 وعينة الثوريوم 230 نفس النشاط الإشاعي. شنو تقصد بنفس النشاط الإشاعي؟ يعني نفس A ديال الأورانيوم 232 تساوي A ديال الثوريوم 230، حيث N ديال pH عدد نواة الثوريوم 230 موجودة في عينة من المرجان عند لحظة T، و N ديال U عدد نواة الأورانيوم عند نفس اللحظة T. إذا بين أن هذه النسبة تكون ثابتة فوقاش عندما يكون للعينتين نفس النشاط الإشاعي، يعني نفس A. الجزء الثاني ديال السؤال ديال التمرين: تتولد عن تفتت نواة الثوريوم pH 230 نواة الراديوم Ra226. اكتب معادلة هذا التفاعل النووي محددا طبيعة الإشعاع المنبعث، يعني ما هو نشاط هذا النواة، واش هو بيتا موا أو بيتا بلس أو ألفا. ثالثا: نسمي N T عدد نواة الثوريوم 230 الموجودة في عينة من المرجان عند لحظة T، و N صفر عدد النواة عند اللحظة T تساوي صفر. يمثل المبيان أعلاه تطور النسبة N دو T على N صفر، يعني عدد النواة المتبقي إلى حدود لحظة T أو عدد النواة الثوريوم موجودة في عينة من المرجان عند لحظة T على N صفر اللي هو عدد النواة عند لحظة T تساوي صفر بدلالة الزمن. إذا هذا هو المنحنى لكي يمثل تغيرات N T على N زيرو بدلالة الزمن، ونرد البال الوحدات T اللي هو الزمن، الوحدة ديالو هي 10^3 سنة، يعني هاد القيم اللي كاينين هنا غنضربهم في 10^3. إذا اعتمادا على المبيان تحقق أن عمر النصف للثوريوم pH 230 هو T1.5 تساوي 7.5 × 10^4 سنة. إذا بالاعتماد على المبيان بين أن عمر النصف لنواة الثوريوم هو تقريبا 7.5 × 10^4 سنة. هذا السؤال رقم 3. الجزء الأخير ديال التمرين: يستعمل المبيان السابق لتأريخ عينة من ترسب بحري. أخذت من قعر المحيط عينة لها شكل أسطوانة ارتفاعها H. بين تحليل جزء كتلته M. أخذ من القاعدة العليا لهذه العينة أنه يحتوي على كتلة MS تساوي 20 ميليغرام من الثوريوم 230، وبين تحليل جزء له نفس الكتلة M. أخذ من القاعدة السفلى للعينة ذاتها أنه يحتوي فقط على كتلة MP تساوي 1.2 ميكروغرام من الثوريوم 230. نأخذ أصل التواريخ S تساوي 0، حيث تكون كتلة الثوريوم 230 هي M0 تساوي MS.
أوجد، إذا السؤال هو أوجد بالنسبة أو أوجد بالسنة عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى للعينة. الهدف ده من هذا الجزء كامل، الجزء رقم 4 هو تحديد عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى، علما أن هذه العينة لها شكل أسطوانة ارتفاعها h، إذا عندها قاعدة عليا وعندها قاعدة سفلى. إذا كانوا هذو هما معطيات ديال التمرين رقم 17، نمر الآن إلى التصحيح. إذا بالنسبة للسؤال رقم 1 هو اكتب معادلة هذا التحول النووي محددا قيمة كل من x و y. إذا هذا التحول هو تحول نواة الأورانيوم إلى نواة الثوريوم مع انبعاث x دقيقة ألفا و y دقيقة بيتا مو. إذا هذا التحول يعبر عنه ب على الشكل التالي: نواة الأورانيوم هي نواة أصلية U-232-92، والنواة المتولدة هي نواة الثوريوم Th-230-90 زائد X دقيقة ألفا، والدقائق ألفا يعبر أو هو عبارة عن نواة الهيليوم. إذا النشاط إشعاعي من نوع ألفا، هذه ألفا عبارة عن نواة الهيليوم اللي هي HU42، إذا X دقيقة ألفا زائد Y دقيقة بيتا مو، والنشاط إشعاعي بيتا مو هو عبارة عن عبارة عن إلكترون، إذا عدد دقائق من نوع بيتا مو. إذا باش نحدد X و Y نطبق قانوني صودي اللي هما قانون انحفاض عدد الكتلة وقانون انحفاض عدد الشحنة. إذا نبدأ بالقانون الأول اللي هو قانون انحفاض عدد الكتلة. بالنسبة لعدد الكتلة ديال النواة الأصلية 238 تساوي عدد الكتلة ديال النواة المتولدة 230 زائد X في 4 زائد Y في 0. إذا 230 تساوي X في 4 هي 4X زائد Y في 0 هي 0، وبالتالي X تساوي 2، يعني 238 ناقص 230 هي 8 تقسيم 4 تساوي 2. دابا القانون الثاني، قانون انحفاض عدد الشحنة. عدد الشحنة ديال النواة الأصلية هو 92 تساوي عدد الشحنة ديال النواة المتولدة 90 زائد X في 2، X في 2 زائد Y في ناقص 1، إذا هي 90. X في 2 X هي حسبنا حسب قانون انحفاض عدد الكتلة، إذا X يساوي 2، 2 في 2 هي 4، Y في ناقص 1 هي ناقص Y، إذا Y تساوي 2 كذلك. إذا هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول 1 اللي هو Y تساوي 2. إذا عدد التفتتات من نوع ألفا هو 2، وعدد التفتتات من نوع بيتا مو هو كذلك 2. إذا ملي حددنا القيم ديال X و Y كنرجعو نعوضو في المعادلة الأولى، وبالتالي معادلة هذا التفتت تصبح النواة الأصلية U-238-92 النواة المتولدة TH-230-90 زائد عدد الدقائق من نوع ألفا هما 2، إذا 2 في نواة الهيليوم زائد عدد الدقائق من نوع بيتا مو اللي هو 2. إذا هذه هي معادلة التفتت. بالنسبة للسؤال الثاني، بين أن النسبة N ديال TH على N ديال U تكون ثابتة عندما يصبح لعينة أورانيوم 230 وعينة ثوريوم 230 نفس النشاط الإشعاعي، يعني كيكون بين هذه النسبة فوقاش ملي كتكون عندهم نفس A. إذا لنبين أن النسبة N ديال TH على N ديال U تكون ثابتة عندما تصبح A ديال TH عند اللحظة T تساوي AU عند اللحظة T، يعني عند نفس اللحظة. إذا نعلم أن نشاط عينة مشعة عند لحظة T يكتب على الشكل التالي. إذا العلاقة اللي كاينة ما بين نشاط عينة وعدد النواة هو A دوت T تساوي N في لامدا، N في لامدا أو لامدا في N. A هو نشاط عينة، لامدا هي الثابتة الإشعاعية اللي كتميز النواة، و N هو عدد النواة عند اللحظة T.
إذا هنا عندنا جوج ديال النواة، النواة الأولى اللي هي تي اش والنواة الثانية اللي هي U. إذا بالنسبة للنويدة الأولى اللي هي تي اش، أ ديال تي اش عند اللحظة تي تساوي لامدا في N ديال تي اش. هما عطاونا في التمرين نرمزو لثابتة النشاط الإشعاعي للثوريوم تي اش بلامدا. إذا الثابتة الإشعاعية ديال الثوريوم هي لامدا، والثابتة الإشعاعية ديال الأورانيوم هي لامدا بريم. إذا أ ديال تي اش عند اللحظة تي تساوي لامدا في إن ديال تي اش. بالنسبة للنويدة الثانية اللي هي الأورانيوم، أ أو عند اللحظة تي تساوي لامدا بريم في إن ديال أو. نرجع للمعطيات ديال التمرين، بين أن النسبة هاد النسبة هادي إن على إن تكون ثابتة في القاش ملي كتكون عند ملي كيكون عندنا أ ديال تي اش يساوي أ ديال أو، يعني للعينتين نفس النشاط الإشعاعي. إذا أصبح لعينة أورانيوم 238 وعينة ثوريوم 230 نفس النشاط الإشعاعي، فإن أ تي اش تساوي أ أو. نعوض كل واحدة بالقيمة ديالها، إذا أ ديال تي اش شنو كتساوي؟ لامدا في إن تساوي أ أو، يعني نشاط العينة ديال الأورانيوم تساوي لامدا بريم في إن. حنا شنو بغينا؟ بغينا النسبة إن ديال تي اش على إن ديال أو. إذا هاد N ديال U هادي نجيبوها للطرف الأول، غتصبح هي N ديال TH على N ديال U تساوي، وهاد لامدا نجيبوها للطرف الثاني، غتصبح هي تساوي لامدا بريم على لامدا. لامدا بريم قلنا ثابتة ثابتة الإشاعية أو ثابتة النشاط الإشاعي، ولامدا ثابتة النشاط الإشاعي. إذا هاد القيمتين ثابتتين، عدد ثابت على عدد ثابت تساوي ثابتة. إذا نحن حددنا بأن النسبة N على N تساوي ثابتة. إذا كان هذا هو الجزء الأول ديال التمرين. الآن نمر إلى الجزء الثاني. تتولد عن تفتت نواة الثوريوم TH نواة الراديوم RA. اكتب معادلة هذا التفاعل محددا طبيعة النشاط المنبعث، يعني واش ألفا ولا بيتا موا أو بيتا بلس. إذا معادلة تفتت نواة الثوريوم تكتب كالتالي، هما عطاونا دابا النواة الأصلية اللي هي الثوريوم والنواة المتولدة اللي هي RA مع انبعاث دقيقة، هاد الدقيقة يجب تحديدها. إذا رمزنا لها بصفة عامة XA Z. باش غنحدوها بنفس القوانين السابقة، بنفس هاد القوانين هادو، قانون انحفاض عدد الكتلة وقانون انحفاض عدد الشحنة. إذا حسب قانون انحفاض عدد الكتلة 230 تساوي 226، 230 تساوي 226 زائد A، إذا A تساوي 4. حسب قانون انحفاض عدد الشحنة 90 تساوي 88 زائد Z، إذا Z تساوي 2. وبالتالي النواة أو الدقيقة المنبعثة هي نواة الهيليوم، وبالتالي الدقيقة المنبعثة هي نواة الهيليوم HE42، ومنه فإن الثوريوم إشاعي النشاط ألفا. إذا كان هذا السؤال رقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 3، نسمي N T عدد نواة الثوريوم 230 موجودة في عينة من المرجان عند لحظة T، ونسمي N 0 عدد النواة عند T تساوي 0. يمثل المبيان أعلاه تطور النسبة N دو تي على N زيرو بدلالة الزمن. إذا هذا المبيان يمثل تغيرات N تي على N زيرو بدلالة الزمن، وكما قلتكم قبيلة نرد البال للوحدات. اعتمادا على المبيان تحقق أن عمر النص للثوريوم هو تي أن دومي تساوي 7.5 × 10⁴ سنة، هذا عمر النصف للثوريوم. إذا غنطلقوا دائما من قانون التناقص الإشاعي. لدينا حسب قانون التناقص الإشاعي N دو تي تساوي N صفر في الإكسبونونسيال ناقص لامدا تي. إحنا ما بغيناش عند اللحظة تي، بغينا عند اللحظة تي أن دومي. إذا N ديال تي أن دومي شنو كتساوي؟ N تساوي N صفر على 2. علاش N صفر على 2؟ شنو هو التعريف ديال تي أن دومي ديال عمر النصف؟ هي المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف نواة العينة البدئية. إذا ملي كنقول تفتت نصف النواة، غيتفتت النصف ويبقى النصف، يعني 50%. إذا N عند اللحظة تي أن دومي تساوي
عدد النواة البدئي تقسيم 2. هاد إن صفر نجيبوها الطرف الأول فتتحول إلى قسمة، أي أن إن على إن صفر تساوي شنو غيبقى لنا هنا في البسط؟ غيبقى واحد، إذا تساوي واحد على اثنان تساوي 0.5. إذا إن على إن صفر تساوي 0.5. هاد 0.5 نضعها على الميبيان صافي. إذا ومنه ميبيانيا نقرأ على محور الأفاصيل التاريخ المقابل للقيمة 0.5، إن على إن صفر تساوي 0.5. إذا غنقلب على إن على إن صفر على المنحنى غنشوف فين جات. إذا إن على إن صفر هي هذه، هذه هي 0.5، نسقطه على المنحنى، هاد نقطة التقاطع مع المنحنى فنسقطه على محور الأفاصيل. إذا هاد النقطة هذه تساوي تقريبا 75.3 سنة، أو هي 7.5 × 10⁴ سنة. إذا في البداية شنو استخرجنا؟ استخرجنا إن على إن صفر، خرجتنا هي 0.5. إذا نضع هذه القيمة اللي هي 0.5 على محور الأراتيب اللي هي هذه، ثم نسقطها على المنحنى، ثم نسقطها على محور الأفاصيل، فنجد عمر النصف يساوي تقريبا 7.5 × 10⁴ سنة. إذا كان هذا هو السؤال رقم 3. نمر الآن إلى السؤال الأخير، سؤال رقم 4. أوجد بالنسبة للسنة عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى للعينة. ونرد البال شنو عطاونا؟ عطاونا أخذ من القاعدة العليا لهذه العينة أنه يحتوي على الكتلة MS من 20 ميكرو جرام من الثوريوم 230، وبين تحليل الجزء له نفس الكتلة M. أخذ من القاعدة السفلى للعينة ذاتها أنه يحتوي فقط على كتلة MP تساوي 1.2 ميكرو جرام. ونرجع للمعطيات الفوق، شنو قالوا لنا؟ يستعمل الثوريوم لتأريخ المرجان والترسبات البحرية لأن تركيز الثوريوم على سطح الترسب الموجود في تماس مع ماء البحر يبقى ثابتا، ولكن يتناقص حسب العمق داخل الترسب. إذا كل ما كيزاد العمق كل ما كتنقص هذه القيمة، حيث تكون كتلة الثوريوم 230 هي M0 تساوي MS، و MS هي 20 ميكرو جرام، يعني هذه القيمة هي اللي كتبقى ثابتة، هذه هي عند لحظة T تساوي 0. إذا السؤال هو إيجاد بالسنة عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى للعينة، ودائما غنطلقوا من قانون تناقص الإشعاع، ولكن في هذه الحالة عطاونا الكتلة. إذا خصنا نستخدموا قانون تناقص الإشعاعي باستخدام الكتلة ماشي بعدد النواة، وعندنا واحد العلاقة كتجمع ما بين عدد النواة والكتلة. إذا لدينا دائما حسب قانون تناقص الإشعاعي N دوت T تساوي N صفر في الإكسبونونسيال ناقص لامدا T. حنا ما عطاوناش هنا عدد النواة، عطاونا الكتلة، إذا يجب تحويل هذا المقدار هذا إلى كتلة. من غنحوله؟ كيفاش غنحوله؟ حسب علاقة ديال كمية المادة. نرجعو للعلاقة ديال كمية المادة، ها هو هنا تذكير. إذا علاقات كمية المادة هي كمية المادة تساوي N على NA تساوي M على M، يعني العدد على عدد أفوغادرو يساوي الكتلة على الكتلة المولية. إذا كيفاش غنطلقو من قانون تناقص إشعاعي باستخدام عدد النواة إلى قانون تناقص إشعاعي باستخدام الكتلة؟ إذا نقسموا هذا الشيء كامل على NA، الطرف الأول والطرف الثاني نقسموه على عدد أفوغادرو. إذا شنو غيصبح لنا الطرف الأول؟ هو N على NA، وفي الطرف الثاني N0 على NA في الإكسبونونسيال ناقص لامدا T. N على NA، N على NA شنو كيمثل؟ M على M، يعني هي الكتلة على الكتلة المولية، تساوي N0 على NA. كيكونوا عند نفس اللحظة، إذا كان عدد النواة عند لحظة T تساوي 0، إذا حتى الكتلة غتكون عند لحظة T تساوي 0. إذا كان عدد النواة عند لحظة T حتى الكتلة غتكون عند اللحظة T. إذا غتكون هي N دوت T على NA تساوي M دوت T على M0 أو على M، تساوي N0 على NA تساوي M0 على M. نختزلوا الكتل المولية، هنا اختزلنا في هاد السطر الثالث، عطينا القيمة مباشرة، ولكن هي في الأصل راه اختزلنا بالكتلة المولية. إذا كانت هي M دوت T على M
تساوي ام زيرو على ام. اختزلنا بام بقت لنا هي الكتلة عند اللحظة تي تساوي الكتلة عند اللحظة تي تساوي صفر في اكسبونونسيال ناقص لمدا تي. نرجع للمعطيات، شنو كتمثل ام صفر؟ ام صفر تساوي هي ام اس، و ام بي هي ام دو تي. اذا مع ام دو تي هي ام بي، و ام زيرو تساوي ام اس. اذا هذه العلاقة هذه سوف تصبح ام بي تساوي ام اس في اكسبونونسيال ناقص لامدا تي. على من كنقلبوا حنا؟ كنقلبوا على عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى، العمر يعني تي، كنقلبوا على الزمن. كيفاش غنستخرجوا الزمن؟ هاد ام اس نجيبوها للطرف الاخر، هنا كاين جداء، والجداء يتحول الى قسمة. اذا غتكون هي ام بي على ام اس تساوي، غيبقى لنا في الطرف الثاني اكسبونونسيال ناقص لامدا تي. باش نحددوا القيمة ديال تي ندخل دالة ال ان، وبإدخال دالة ال ان على طرفي المتساوية نحصل على ال ان ديال اكسبونونسيال ناقص لامدا تي، بدينا بهذه، تساوي ال ان ديال ام بي على ام اس. ومنه الطرف الاول غتكون هي ناقص لامدا تي، لان ال ان والاكسبونونسيال هما دالتين عكسيتين بعضياتهم، اذا غتبقى هي ناقص لامدا تي تساوي ال ان ديال ام بي على ام اس. وبالتالي ناقص لامدا نجيبو الطرف الاخر، الجداء يتحول الى قسمة. اذا تي تساوي ال ان ديال ام بي على ام اس الكل على ناقص لامدا. حنا في التمرين ما عندناش لامدا، عندنا تي ان دومي. اذا ما هي العلاقة اللي كاينه ما بين تي ان دومي و لامدا؟ نعلم ان لامدا تساوي ال ان 2 على تي ان دومي. غنعوضوا هاد لامدا في التعبير ديال هنا. اذا تي تساوي ناقص تي ان دومي على ال ان 2 في ال ان ديال ام بي على ام اس. تطبيق عددي، تي ان دومي نردو البال بالسنة، اذا 7.15 اس 4 سنة. ال ان 2 بدون وحدة في ال ان بواحد ال ان، ال ان غيكون بدون وحدة. علاش؟ لان ام بي بالميكروغرام، و ام زيرو اللي هي ام اس بالميكروغرام، يعني هاد الكتل خصهم يكونوا عندهم نفس الوحدات. اذا غتكون هي ال ان ديال 1.2 تقسيم 20. تطبيق عددي وغنتحصلوا على تي تساوي 3.04 اس 5 سنة، يعني عمر الجزء المأخوذ من القاعدة السفلى لهذا العينة هو 3.04 × 10^5 سنة. اذا كان هذا هو التمرين رقم 17. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.